يقول بعض المصلين يحرص على تغيير مكان صلاته بحجة أنه يوم القيامة يشهد له هذا المكان. لا، غير صحيح هذا الكلام، أنه خاصة في النافلة مثلا يصلي ركعتين ثم يأخذ خطوة على اليمين أو خطوة على اليسار أو يتقدم أو يتأخر فيصلي ركعتين أخريين. غلط، هذا ليس من السنة أبدا. تصوروا صلاة التراويح، كل ما خلص ركعتين يلا تبادل أماكن يلا تبادل أماكن، خلص ركعتين تبادل أماكن، يلا الصف اللي ورا يجي جدان صل جدان. يصلح هذا؟ ما يصلح هذا أبدا، أن الواحد يغير مكانه كل ركعتين غير صحيح أبدا. يشهد لك المكان ولو صليت فيه 100 ركعة، لكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها نهى أن تشبك النافلة بالفريضة، إن حتى يغير مكانه أو يتكلم. يعني إنسان إذا صلى الفريضة مثل صلاة العشاء مثلا أو المغرب أو الظهر أو إيه بس هالثلاثة، طيب أنه مباشر يقوم يصلي مكانها النافية؟ يقول لا، إما تغير مكانك وإما أن تتكلم. لماذا؟ حتى يفصل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فاصل ما بيننا وبين أهل الكتاب، الفاصل بين الصلاة الفريضة والنافلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الفاصل حتى لا يظن الناس أن الفريضة لم تنتهي بعد، وأنها خاصة بعض الجهال إذا دخلوا في الإسلام حديثا أو لا يعلم شيء عن الإسلام وكذا يشوف صلى يحسب هكذا الصلاة تكون. فهذا في الفريضة والنافلة فقط.